إذا وضعت المرأة طفلا أو طفلة ومات حال ولادته فهل يسمى أو لا؟ إذا كان هذا الطفل قد نفخت فيه الروح، يعني كان له مضى له 4 أشهر فأكثر ونفخت فيه الروح وتحرك، فهذا يعامل معاملة الميت من تغسيله وتكفينه وصلاة عليه ودفنه وتسميته. أما إذا كان قبل 4 أشهر ولم تنفخ فيه الروح فإنه يدفن فقط ولا حكم له من ناحية كامل الجنازة. وإن كان نزل على أمه دم بعد سقوطه فهذا إن كان قد تبين فيه خلق إنسان بأن انتقل إلى طور المضغة، يعني دخل في 40 الثالثة 81 يوم أكثر، فهذا إذا كان على أمه دم بعد سقوطه فإنه يكون نفاسا، يكون نفاسا تترك من أجله الصلاة إلى 40 يوما إذا استمر عليها، وإن انقطع فإنها تغتسل وتصلي. أما إذا كان قبل ذلك، يعني كان 40 الأولى أو 40 الثانية، فإنه لا حكم له من جهة النفاس، بل تصوم وتصلي ولو كان عليها دم فإنه يعتبر نزيف لا حكم له. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما إذا تجاوز 80 اليوم كما تفضلتم شيخ صالح، هل يغسل وهل يصلى عليه؟ لا، في الفترة ما بين 80 إلى تمام إلى دخوله في 40 الثالثة، نعم، في 40 الرابعة، نعم، 120 يوم، نعم، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، إنما يغسل ويصلى عليه إذا نفخت فيه الروح ومات بعد ذلك، وذلك يبدأ من تمام 4 أشهر، نعم، 120 يوم بعد 120 يوم. هنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.